مش مهم. أي حاجة مش مهم. طالما معايا سلاح القوة يبقى أكيد في النهاية أنا اللي هكسب. وكلهم هيخسروا. ما طمعتش، ما ضعفتش، ما فكرتش إن دي فلوسك ومن حقك تاخدها وتعمل بيها اللي أنت عايزه. أطمع في إيه وليه؟ أنا كان عندي كل حاجة، كل اللي أنا عاوزه. أنا كنت راضي بحياتي زي ما كانت، وما كانش عندي استعداد إني أتخلى عن أي حاجة فيها، حتى قرفها وتعبها وإجهادها كنت بحبه. ريم، كان كفاية عليا إن أنا أرجع البيت وأكلمها وأحكي لها. أنا كنت طول اليوم بحاول أعيش حاجات تستحق إن أنا أحكيها لها. ساعات كنت بحس أنا عايش بس عشان اللحظة دي. دلوقتي أنا عارف إن كان في حاجات تانية حلوة برضو تستاهل إن الواحد يعيش عشانها. ما كانش وهم، كان حب حقيقي ودفء وسعادة. ومش من حق أي حد ياخدها مني، وده تمن قليل أوي. ما يشتريش لحظة واحدة من اللي عشتها. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ولا حاجة. هنكمل زي ما احنا. ازاي؟ هنكلم رامي نستلم منه البضاعة زي ما اتفقنا. طب والفلوس؟ هترجع. هترجع؟ هترجع. ايه يا هيثم؟ جبت لي الملفات اللي قلت لك عليها بتاعت علي نصير؟ هكلم حد في مكتب المستشار نصر وهسأله على الملفات اللي ناقصه. ماشي، بس مش عايزه اي حد يعرف ان احنا بنسأل. حاضر، ما تقلقش. الو الو، ازيك يا هيثم؟ ابن حلال والله، كنت لسه هكلمك. انا كنت عايزك تحضر لي ورقه كان ناقصنا في ملفات الشركه. كان علي بيه قال الاستاذه شهيره اتخذ. حبيبي انت تأمرني، بس بصراحة يعني أنا بكلمك عشان كنت عاوز منك خدمة الأول. إيه؟ هو بصراحة أنا كنت عايز أكلم واحد كده، وكنت عايزك تجيب لي رقمه، بس الرقم اللي بيرد عليه مش اللي متراقب يا هيثم. ألو؟ علي باشا، كويس إنك رديت. إزيك يا رضا؟ أنا عرفت يا باشا الموضوع اللي أنت سألتني عنه. موضوع إيه؟ شحنة الأسمنت اللي انت قلت لي اجيب لك قرارها، يعني مين اللي استلم ومين اللي وقع وكده. علي باشا، الشحنة دي ما طلعتش عادية خالص. قول اللي عندك. لا، ما ينفعش في التليفون، لازم نتقابل. ماشي ماشي يا باشا، مع السلامة. أمولة، عبد الله مستنيكي تحتي. حبيبتي عبد الله؟ اه. طب ما طلعش ليه؟ ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. ما اتكلمتش ليه؟ معلش، كنت معدي من هنا وكنت عايزك في موضوع مهم. طب ما تدخل. لا، مش هينفع هنا. طيب ماشي، اغير هدومي واجي معاك. تمام. هتتكلم بقى ولا ايه؟ هتكلم. من ساعة ما خرجنا من البيت وانت ساكت وشكلك متضايق. متضايق طبعا يا امل، انا مقدر طبيعة شغلك، بس لا انا ولا اي حد مهما كان هنقدر نعمل لك حاجه لما تخالفي القانون. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. انا اللي مش فاهم انت بتفكري ازاي وليه مش عامله لي اي اعتبار. طب انت ومش فارق معاكي، واهم حاجه عندك الخبطه الصحفيه والكلام اللي الناس هتقراه. مش واخده بالك اني ضابط شرطه وشغلي ما يستحملش اي فضايح او مخالفات من النوع ده؟ بتتكلم بوضوح يا عبد الله. علي نصير ماله؟
شفتك وانت بتقابليه عشان لو بتفكري تكذبي عليا ولا حاجه. هكذب عليك. انت مش عارفه علي نصير ده عمل ايه؟ مش عارفه هما متهمينه في قتل مين؟ ولا هتبداي تدافعي عنه وتقولي اي كلام فارغ بقى؟ وكانك بتكلمي واحد ممكن يضحك عليه بكلام الصحافه الصفرا ده. قابلتيه؟ وممكن جدا تكوني اديتي له معلومات تساعده في الهرب. واي واحد هيحقق في الموضوع ده هيجيب رجلكي في التحقيقات. ومش بعيد يقول ان انت كنت بتساعديه في الجرائم اللي ارتكبها. حتى لو بالتواطؤ في انك بتخفي حاجات ممكن تساعد في القبض عليه. وده طبعا هيأثر على شغلك. اكيد. وعشان احنا مخطوبين فما ينفعش ترتبط بواحده متهمه باتهامات من النوع ده. امل. عارف كميه التناقضات اللي بيننا اهمها ايه؟ ان انا مهمتي اكشف الحقيقه. وانت مهمتك تخبي. وتخلي الناس تعرف اللي انتوا عايزينهم يعرفوه. ملهاش فلسفه وكلام فارغ من فضلك. انا اتطلب مني ان انا امنعك من الكتابه في الموضوع ده. وطلب مني كمان ان انا اراقبك واستغلك عشان تكتبي اللي هم عايزينه، بس انا رفضت. وجاي دلوقتي عشان احذرك. كتر خيرك، بس اللي عملته ده ملوش لزوم. عشان انا مش هبطل اكتب. ولو عايز ترتبط بواحده زيي، مش بس لازم تقبل انها تشتغل، لا، لازم تبقى مؤمن باهميه الشغل اللي هي بتعمله. مؤمن بايه؟ انت رحتي قابلتي واحد مجرم، مطلوب في جريمه قتل. ودي جريمه واحده من ضمن جرائم كتير قوي ارتكبها. طب لو قلت لك ان علي بريء وانه ما عملش حاجه من الحاجات دي، وانت مالك ومال الكلام ده؟ وهتقدري تثبتيه ازاي؟ دي شغلانه الشرطه والنيابه، اللي هما نفس الناس اللي قالوا لك استغلها وخليها تكتب الحاجات اللي احنا عايزينها، صح؟ بص يا عبد الله، انا مش هسيب شغلي، والكلام ده قلته لك من اول مره. ولو استمرينا مع بعض انا مش هسمح باي تدخل من ناحيتك في اي كلمه بكتبها. ولو في مشكله في اي كلام انا بقوله يبقى مش هينفع نكمل مع بعض. هنعمل ايه؟ هنمشي وراهم؟ لا طبعا. هيظهر. ما تقلقش. ايه بس حرام عليكم؟ جيب انت. ازيك يا رضا؟ علي باشا؟ معلش. اجراءات امنيه. ولا يهم سعادتك. خلاص بقى. بس المشوار كان كبير قوي يا باشا. وصلت ليه؟ شحنة الأسمنت اللي استلمها حامد باشا كانت جاية تبع شركة سياحة. والشركة دي هي اللي خدت الشحنة. وهي اللي أصلاً اللي طلبت من حامد باشا إنه يجيبها لها مع حاجات تانية كان بيستوردها يعني. وهو؟ بأمانة يا باشا هو ما كانش يعرف أي حاجة عن الشحنة دي، باستثناء يعني إنه كان بيعمل خدمة الناس يعرفها مش أكتر. شركة دي اسمها إيه؟ يا جمعة، معلش يا جمعة، أنا عايزك تجيلي تاني، ممكن؟ متشكر. انت يمكن سمعت عن اللي بيحصل دلوقتي واللي علي متورط فيه. انا عارف ان علي باشا في مشكله، بس ما اعرفش ايه اللي حصل، بس متاكد ان هو بريء. انا مقدر موقفك يا جماعه، علي ساعدك وقف جنبك وجنب ابنك الله يرحمه، لكن للاسف مفيش حاجه بتفضل على حالها. انا لا يمكن اصدق اي حاجه وحشه عن علي باشا، حتى لو اثبت لك بالدليل انه كان سبب في موت ابنك. انا لما عملت شويه تحريات على الناس اللي عارفهم علي وممكن يلجأ لهم في الازمه اللي هو فيها دي، عرفت انك انت اجرت عربيه نقل ورحت بيها البنك اللي اتسرق واللي ابنك الله يرحمه كان بيحوصه.
البنك ده مجموعة مصير الدولية شريكة فيه. صدفة دي؟ كنت راح توصل حد أو تجيب حاجة؟ أنا مش جايبك هنا عشان أعمل لك مشكلة، عارف إنك أنت راجل محترم ومكافح. بس أنا عندي كلام متسجل لعلي وهو بيخطط لسرقة البنك. وفي أوامر مباشرة منه إنهم يقتلوا أي حد يحاول يمنعهم. يا باشا، علي باشا أفضله عليا كتير. وبعدين هو اللي عين أحمد ابني في الشركة. وبعدين ده فضل سنين يساعدني والله يا باشا. أنا يا باشا وأنا دلوقتي اللي عايزك تساعده. طول ما هو هربان المشكلة هتزيد وهيفضل يغلط. لسه مش مصدق إن هو اللي خطط لسرقة البنك وكان سبب في موت ابنك. أنت مش بتقول إن الفلوس خارجة من البنك بكرة؟ يبقى إحنا ما قدمناش غير طريقة واحدة بس. كل اللي عايز أعرفه دلوقتي هو مستخبي فين. راح فين؟ مش عارف، يمكن هرب بقى ولا حاجة. هرب؟ جمعه بيقول لي سيادتك انه ما قدرش يجي، البوليس مراقبه. تمام يا فندم، ده تقرير الطب الشرعي. ماشي. في حاجه؟ في حد من عندنا راح قابل كرم دكتور الطب الشرعي واتكلم معاه. مين؟ النقيب عيسى. كمال انت فاضي شوية؟ خير. عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع علي. علي؟ بس مش هينفع نتكلم هنا، تعال نروح اي حتة. التشريح بيثبت ان علي ملوش علاقه بقتل هو ثروت. تقرير الطب الشرعي بيقول كده؟ لا. امال ايه؟ انا كلمت الطبيب الشرعي وسالته. المهم التقرير الرسمي يا عيسى. الاهم ضميرنا يكون مرتاح. لا انا عن نفسي ضميري مرتاح طول ما انا ماشي قانوني. حتى لو فكرت لقيت ان علي ممكن يطلع بريء؟ انا متاكد ان علي مش بريء، وانا لو قابلته في اي حته هقتله. تقتله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ ده الكلام اللي المفروض تبقى عارفه ومتاكد منه كويس يا عيسى. علي ده مجرم وقتل اللي هو ثروت. امال ليه هربان لغايه دلوقتي؟ بيحاول يثبت براءته قبل ما واحد زيك يشوفه فيقتله. واحد زيي؟ عايز رأي عيسى؟ علي والمجرمين اللي زي دول موجودين بسبب ان في ضباط للاسف كده مترددين وبيضحك عليهم زي حالاتك. بقول لك ايه يا عيسى؟ يا ريت ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني. Thank you.
اتفضل يا علي. اللواء جلال هو صاحب الشركة دي. يعني انت ما كنتش عارف؟ عايز تفهمني ان واحد شغال مع يحيى نصير العمر اللي فات ده كله ما عرفش حاجة زي دي؟ لا كنت عارف طبعا، بس اللي ما كنتش اعرفه فعلا ان انت بعد ما خرجوك من الخدمة فضلت شغال معاه. بقولك يا علي، ما تيجي من النهاردة نبطل لعب بقى وننهي الحكاية دي خالص، وانت اللي هتختار النهاية. من امتى؟ من امتى انا بختار يا حامد؟ ترهي انت مش قلت هنبطل لعب؟ بس انت دلوقتي الاقوى، انت اللي معاك الفلوس اللي هتنقذ حياتي، عشان كده للاسف مضطر ان اقف جنبك وساعدك. انت هربان من جلال وهو كل شويه عمال يلبسك في قضايا، لو قعدت لوحدك سنين مش هتعرف تخلص من ربعها. انا بقى اعرف اخلصك منها. سيبك من الملفات اللي انت خدتها من البنك، انا عندي الاهم والاخطر، شهرة الاسمنت اللي دخلت فيها القنبلة اللي قتلت سناء دخلت باسم الشركة دي، واذن الاستيراد جلال هو اللي موقع عليه شخصيا، ده غير ان عندي مكالمة مسجلها له بيطلب مني فيها اني اعديله الشحنة. يعني انت ما كنتش عارف جلال بيستورد ايه؟ لا ما كنتش اعرف. من الاخر عليه، الاتهامات اللي موجهها لك جلال انا اقدر اطلعك منها براءة كلها. نبطل لعب بقى ولا ايه؟ اللي قتل امك اهو، ودليل براءتك في ايدي، ده غير اني هقدم لك هدية صغيرة كده لو اتفقنا، اجمل حتة في العالم هصفرك ليها انت وريم. سيبك بقى من كل القلق ده وتعيش في جنة، وتسيبني انا لجهنم الحمراء اللي هنا هعرف اعيش فيها. ايوه عادل، قدامه 24 ساعة يراجع فيها نفسه. الأهم بقى إن أنا عرفت هو مستخبي فين. هترجع يا باشا؟ لا لا، في شوية مشاوير كده لازم أخلصها الأول. ألو؟ ها عملت إيه؟ أنا هقابل صلاح جوز أسماء. وده هيوصلك لإيه بس؟ معرفش، بس أهي بداية. بس أنت لازم تثبت براءتك من كل التهم اللي جلال متهمك بيها، وانا هساعدك على قد ما اقدر. طب انا عايز اقابل المحامية ضروري. حاضر. استاذ علي، انا لازم انصحك انك تسلم نفسك في الوقت المناسب، بس اي مثل الاتهامات ضدك خطيرة. انا عارف انا ابتدي منين كويس اوي، بس محتاج مساعدتك. انا ممكن اعمل ايه؟ تبلغ البوليس. عنك؟ عن اللي سرق البنك. حسن. ايه في ايه؟ ازيك حسن؟ علي باشا؟
فيها يا باشا؟ انا بطلت، انا دلوقتي ماشي جنب الحيط. ما تقلقش يا حسن، انا مش جاي اقبض عليك، انا عايز منك خدمه. خدمه مننا؟ تبقى ضد القانون. فاكر يا باشا لما قبضت عليها زمان قلت لك انا ما عملتش حاجه غلط؟ انا هاكر. كل اللي بعمله حد بيطلب مني خدمه، واحد عايز يعرف مراته بتعمل ايه من وراه، حد تاني مشارك حد وعايز يجيب قراره. هو بقى قتله، انا ليا فيه. انت عارف كويس قوي ان الطريقه اللي جبت بيها المعلومات غلط، وبسببها في ناس اتقتلت، واتصيت 7 سنين وعرفت اللي بعمله غلط. اؤمرني. مش هنرغي كتير يا حسن. قلت ايه؟ اؤمرني يا باشا، عايز تجيب قرار مين؟ جنرال، عرفت حاجة؟ علي خد فلوس يحيى نصير كلها واختفى. فرصتنا دي بقى يا جنرال، حامد مش هيعرف يدفع لرؤية ومش هيلاقي غيرنا. لا أنا عايز علي، اللعبة كده اتغيرت وعلي هو اللي هيفيدنا. لا مش فاهم. مش مهم تفهم، المهم تلاقي علي. ازاي؟ علي بيحارب مين؟ اللي هو جلال. يبقى الراقب اللي هو جلال هو اللي هيوصلنا لعلي. ايوه امل. ما رضيش يكلمني ولا يرد عليا ولا اساله اي سؤال، بس هحاول تاني. كلمت زميل صحفي عشان يشوف تقرير الطب الشرعي في موضوع اللي وصلت. متقلقش. ماشي، وانا كمان ماشي في موضوع تاني. طب كويس. شكرا يا امل. على ايه؟ انا صحفيه وهاخد حق نشر الموضوع ده حصري. اكيد. شكرا يا امل. دلوقتي بس ممكن انام شويه. النهارده كان اول خطوه في طريق اثبات براءتي. الفلوس دي كلها عصام الشهاوي؟ ايوه يا باشا، تحت امرك. انا عصام الشهاوي. انت متهم بالاشتراك والتخطيط لسرقه البنك. لا انا ما سرقتش لا بنوك ولا عملت اي حاجه يا باشا. الفلوس ايه؟ قبضوا عليه. انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا ما اعرفش مين اللي حط لي الفلوس دي. الفلوس دي مش بتاعتي، انا بريء يا باشا، انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا ما عملتش حاجه يا باشا. يا باشا انا بريء يا باشا، الفلوس دي انا ما اعرفش مين اللي حطها لي. الفلوس دي مش بتاعتي يا باشا.